قال انظر هذه العبارة وأريد منكم الانتباه إذا كنتم تركزوا معي. قال سمعت مورقا العجلي يقول ما رأيت أحدا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. ما معنى هذه العبارة؟ انظر، عبارة مدح وثناء على هذا الشخص، فما معناها؟ تفضل. انت بترفع في ايدك يا يوسف. تفضل. شيخنا عابدا زاهدا عالما متعلما. كان دقيقا في فقهه ويتورع حتى في ترك الحلال مخافة ان يقع بالحرام والشبهات. الورع ما معناه؟ ترك ما لا بأس به مخافة أن تقع في الحرام أو الشبهة أو المكروه. تارك الحرام عنده ورع، نعم، لكن أعلى درجات الورع ما هي؟ أن تترك ما لا بأس به، يعني الحلال، مخافة أن تقع في الحرام أو الشبهة. انتبه، هذا الترك يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى فقه. لما يحتاج إلى فقه؟ هنا النقطة المهمة، لما يحتاج إلى فقه الورع؟ حتى يجتنب الحرام، عشان ما يشدد حاله. أحسنت، حتى لا يقع في الغلو، حتى لا يقع في الغلو. فبعض الناس يقول لك أنا أريد الورع فيقع في الغلو، وهذا الغلو يتسبب عليه بالانقطاع عن الطاعات والقربات. أحد الشباب عنده غلو، قال عندي ورع. ما هو الورع؟ قال باصات الأجرة هي شركات مساهمة، وهذه الشركات المساهمة تجعل مالها في البنوك، وبالتالي لن أركب في باص أجرة. هذا ليس بورع، لأن لا من قريب ولا من بعيد لك صلة بركوب هذه الحافلات، فإذا به بعد فترة ينتكس، أو كما قال أحدهم لن أعمل في شركة أو مصنع تجعل مالها في البنوك. لن أعمل في مصنع أو شركة تجعل مالها في البنوك. أول شيء، هذا القطاع الحكومي شو ماله؟ لن يعمل فيها أبدا، لا في إمام مسجد ولا قاضي، انه كلهم بوخذوا رواتبهم عن طريق البنك. اثنين، الشركات، اعطيني شركة ليس لها مال في البنك او مؤسسة او مصنع، فاذا به يشدد على نفسه، ويترتب على هذا التشدد عدم الثبات في الدين. انتبهت؟ فإذا ابن سيرين كان يتصف بايش؟ بالورع. انه ايش؟ عنده فقه الورع. اذا لم يكن عندك فقه الورع اسأت، كما فعل ذلك الصحابي رضي الله عنه عندما نذر ان يبقى قائما صائما في الشمس ولا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما باله؟ قالوا يا رسول الله نذر أن يبقى قائما صائما في الشمس ولا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه.
فإذا هو أضاف إلى الصيام شو أن يبقى قائما وفي الشمس. ليش؟ حتى يكون الصيام شو ماله تعذيب. لا لا يريد الشرع منك هذا. فلذا بعض الجهلة يقول لك إذا أردت أن تصوم أجر أكبر فعليك بالسحور بالملح. بالملح. قال ليش؟ قال حتى يظل طول اليوم ريقك محروق، مش ناشف، محروق. والأجر على قدر المشقة. لا، هذا تقصد إدخال المشقة على نفسه، لا أجر لك، بل هذا هو الغلو. انتبه، مسائل دقيقة في الدين. أما الاستمساك بالحكم الشرعي فلا يسمى غلوا ولا تشدد، يسمى استقامة. حضرتك أطلقت لحيتك أنت متشدد. لا، إطلاق اللحية من شرع الله، وفروا اللحى. فلا يقال لمن أطلق لحيته متشددا. لما؟ لأن هذا شيء أمر به الشرع. شو؟ خمس صلوات في المسجد متشدد؟ لا، لا يسمى متشددا، لأن هذه الأشياء مما أمر بها الشرع. ماذا؟ لا تضع يدك في يد جارتك ولا يد ابن عمتك، بنت عمتك، هذا تشدد. لا، ليس بتشدد، لأن الشرع نهى أن يطعن رأس أحدكم بمخرز من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إذن في فرق بين التشدد وبين الاستقامة. الاستقامة استجابة لأمر الله. غلو أن تأتي بشيء ليس من الدين فتجعله من الدين، وهذا هو سببه. ما هو؟ نعم، الجهل. وهذه مصيبتنا مع شباب الألفين الآن. شباب الألفين الآن التفاهم معهم عسر، اللي ولدوا بعد الألفين. لما؟ لأنهم لا فقه عندهم، ويريدون بزعمهم أن يطبقوا الدين، فإذا بهم يسيئون للدين بسبب جهلهم. ثم يقولون نحن نناقش وسوف نقنعكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيخالف العلماء وطلبة العلم والكبار، وينسبون إلى أنفسهم ماذا؟ الفقه والعلم. فهلكوا وأهلكوا.